الذين مات الإحساس لديهم، مات الضمير لديهم، أصبحت عيونهم لا ترى إلا الدماء الحمراء، وأنافهم لا تستنشق إلا الأشلاء، وأذانهم لا تسمع إلا الآهات والجراح والصيحات. رغم ذلك وبعض القساوة، وبعضهم حقيقة لا أخفيكم أن بعض الإعلاميين وبعض الوسائل الإعلامية لديها من جمود القلب وتحجر الضمير وبلادة الإحساس ما ليس مع الذين يمارسون القتل بأنفسهم. بعض الإعلاميين، بعض وسائل الإعلام حقيقة يعني لو سفكت دماء العالمين أمام ناظري أتوقع لا يتحرك فيه ولا تهتز فيه شعرة. هؤلاء أشد فتكا على الأمة من أولئك الذين يمارسون القتل، من أولئك الذين يمارسون يعني عملية تيتيم أطفالنا وترميل النساء والآهات في البيوت. ولذلك كما قال الرئيس في خطابه الأخير أن الإشكالية الإعلامية كبيرة وخطيرة جدا. نناقش القوم اليوم حقيقة قضية شرارتها ما حصل في الباص الذي في الدفاع الجوي، وإن كان هو رمزية لما خلفه من القضايا، لما حصل سواء فيما يحصل في بعض المناطق، التوتر الأمني في دماج، التوتر الأمني في بعض المناطق الجنوبية، القتل الذي حصل في بعض المناطق هنا وهناك، الضرب الذي يحصل هنا وهنا، يعني هذه الإشكاليات، الملف الأمني بشكل عام. يسعدني بهذا أن أرحب مجددا بضيفي كل باسمه وصفته، أخي عبد الرزاق الجمل والدكتور نبيل الشرجبي، حياكم الله جميعا. أهلا وسهلا أخي نبي. أخي عبد الرزاق، سألتك قبل هذا الفاصل، اختلط الحابل بالنابل بالنسبة للبعض، ويقولون بعدما ذكر أخي الدكتور نبيل أن 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 أني سألته أنه بعد خطاب الرئيس الأخير وكذا أن مثل هذه القاعدة أنه قد تلتقي مصالح البعض مع بعض القوى الموجودة حقيقة لإيجاد بعض التوترات. أنا سألتك بالمقابل، هل القاعدة مخترقة من قبل بعض الجهات، وهل القاعدة بالمقابل مخترقة حتى تحقق بعض المكاسب، لا أسمي المكاسب، بعض الضربات الموجعة، هل هي مخترقة كذلك لبعض القوى الأمنية مثلا على سبيل المثال؟ إن كنت تقصد الاختراق الذي يراد به توجيه العمل وإدارته أو توجيهه في اتجاه معين، فالقاعدة ليست مخترقة على الإطلاق. وإن كنت تقصد الاختراق عبر الجواسيس، يعني نستطيع أن نقول أن القاعدة مخترقة أكثر مما هي مخترقة. نجحت القاعدة في اختراق خصومها أكثر مما نجح خصومها في اختراقها. اختراق القاعدة كان يعني في الفترة الأخيرة، الفترة التي سيطرت فيها على محافظة أبيان وعلى جنب محافظة شبوة وجنب محافظة البيضاء، لأنها اضطرت للاحتكاك بالناس والاختلاط بهم. يعني أوجدت جواسيس؟ نعم. هذا يتنافى مع أيديولوجياتها بإيجاد جواسيس؟ لا لم توجد هي جواسيس. استطاع خصوم القاعدة أن يوجدوا جواسيس داخل التنظيم، لأنه كان ظاهرا. لم تكن من استراتيجية أو من منهجية تنظيم القاعدة ظهور السيطرة. حين ظهر وسيطر استطاع خصومه أن يرسلوا بعض الجواسيس. نجحوا من خلال عمل الجواسيس في استهداف بعض أعضاء القاعدة في عام 2009 بعد عملية المعجلة، حين خرجت للعلن لمدة ساعة أو ساعتين، قتل منها ما يقرب من 30 أو من 20 شخصا في غارات للطيران الأمريكي. إذن الذي سهل لخصوم القاعدة أن يزرعوا بعض الجواسيس في أوساط مقاتلها وليس في دوائرها الصلبة دوائر القيادين هو ظهور القاعدة وسيطرتها. لكن اختراقات القاعدة لخصومها كانت نوعية جدا. العمليات التي نفذتها مثلا في الرياض، التي نفذتها في نيويورك واشنطن، التي نفذتها هنا كانت كبيرة جدا، تدل أن هناك اختراقا كبيرا من القاعدة لخصومها. إذن القاعدة مخترقة أكثر مما هي مخترقة. دكتور نبيل، يعني بحكم دراستك أنت لتكوين الجماعات، وبحكم دراستك حقيقة لإدارة مثل هذه الأزمات في ظل الوضع العام الذي تعيشه المنطقة بشكل عام، يعني وجود حقيقة بلبلة أمنية، بلبلة، يعني هل تتفق مع ما ذكره أخي عبد الرزاق أن القاعدة بهذا التكتيك أنها تخترق مثل هذه القوى، يعني أم أنه حقيقة توجد داخل هذه القوى من يبحث عن مصالح مثلا؟
أنا في الأول أريد أن أقول أنه لدى القاعدة قراءة أفضل للعقلية الأمنية مما دل الأجهزة الأمنية قراءة في فكر القاعدة. يعني لم تنجح لم تنجح الحكومة اليمنية في استقطاب أي عنصر من العناصر المؤثرة والقيادية في تنظيم القاعدة حتى تستطيع أن تؤثر على توجيه النظام. لكن مستوى والعكس والعكس ربما إلى حد ما المتعاطفين بشكل كبير في المؤسسة العسكرية أو في بعض الدول كان يتواجد مع تنظيم القاعدة، ومن ثم هو لا أسمي اختراق ولكن المتعاطفين مع تنظيم القاعدة في بعض المؤسسات هو من سمح لتنظيم القاعدة أن يخترق المؤسسة الأمنية. سأضرب لك مثلا، أنا ما زلت أقول أن هناك نوع من هذا التنسيق، وأضرب لك أمثلة معينة. المثل الأول، عندما أقمنا أولمبيات أو خليجي 20 وكان تنظيم القاعدة في أوج نشاطه في داخل أبين، وكان سوقه حامي على وكان سوقه حامي، وثم بدأت وسائل الإعلام بتصدر بيانات أن الرئيس السابق بعث لهم مبلغا من المال وأعطاهم حتى يهدوا، وأقيمت التنظيم وانتهى التنظيم دون أن تقوم الرصاصة أو دون أن نسمع رصاصة واحدة. بس هذا سامحني ولو قطعتك، هذا يتنافى حقيقة لما تقول لي يرسل لهم فلوس، يتنافى مع ايديولوجياتهم ومع قيمهم. الى حد انا هو عندما رد عليهم زعيم القاعدة، وعلى ما اظن اذا لم تخني ذاكرتي هو اسمه عبد النبي، قال ساقول للرئيس عبد الرب عبد النبي او احمد عبد الرب النبي، قال ساقول له شكرا انك اعطيتني هذا المبلغ حتى اشتري به سلاح، هكذا قال في رده. في صيف 2011 عندما أعلنت بريطانيا على ضرورة تنحي الرئيس السابق للحكم، نفذوا اليوم الثاني عملية في أحد الخبراء في عدن البريطاني. عندما أعلنت الحكومة الفرنسية بعد هذا التصريح بأسبوعين أنه يجب على النظام السابق أن ينتهي وأن يجنح أو يوقع المبادرة الخليجية، قاموا باغتيال أحد الخبراء الفرنسي. من ثم هذه دلائل لا نستطيع أن نمر منها مرور الكرام دون أن تعطيني مؤشرات كاملة على وجود نوع من هذا المصلحة المشتركة، على نوع من التنسيق، على نوع من الترتيب الخفي الذي يخدم مصالح الطرفين في إثارة البلبلة أو الفوضى. ترزان، قبل أن ينطلق خليج 20 كتبت تقريرا لصحيفة الوسط، قلت فيه أن القاعدة لم تستهدف خليج 20، ما مصلحتها في استهداف فعالية رياضية. في عام 2011 التقيت بالمطلوب الثالث لبلاد، كيف مصلحتها؟ يعني القاعدة تريد حقيقة، يعني مثلا موجود أجانب على سبيل المثال، والأجانب دائما يسير لعاب القاعدة لهم. من هم الأجانب الموجودين؟ صحفيين موجودين عرب وحتى العرب. أنا كنت من ضمن الإعلاميين الموجودين في خليج 20. ما في أجانب؟ سأكمل لك، حتى لو في أجانب ليسوا من الأهداف التي تسعى لها القاعدة. في عام 2011 بعد الفعالية بقليل أنا التقيت بالمطلوب الثالث في الولايات المتحدة الأمريكية، فهد القص العولقي، وسألته الناس يقولوا لماذا لم تستهدفوا، لماذا توقفت عملياتكم في خليج 20؟ قال ما مصلحتنا، قال نفس هذا الكلام، ما مصلحتنا في استهداف منشآت رياضية أو في استهداف فعالية رياضية، نحن أهدافنا معروفة. الأمر، النقطة الأخيرة التي أحب، ما مصلحتهم عندما يقتلوا لي 90 واحد في الأمن المركزي؟ ما مصلحتهم عندما، أنا لا أتهم لكن هذا على ما تقوله الدراسات أن القاعدة في أيديها كذا، ما مصلحتهم عندما تقول أنت أن هذه بصمات القاعدة في الباص اليوم عندما كانوا سيقتلون 27 راكب؟ يعني هذولا فيها مصلحة وهذولا ما فيها مصلحة؟ القاعدة تستهدف من تقول إنهم يعملون ضدها أمنيا أو عسكريا في إطار الحرب التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية عليها، وبالتالي يعني هذا الهدف غير متوفر تماما في خليج 20. وبخصوص ما قالوا عن خالد عبد النبي، خالد عبد النبي لا علاقة له بتنظيم القاعدة على الإطلاق، وحين نتحدث في هذا الموضوع يجب أن نفرق بين المجاهدين القدامى الذين كانوا في أفغانستان ومعظمهم لا ينتمي لتنظيم القاعدة، وبين القاعدة التنظيم. القاعدة التنظيم لا علاقة له على الإطلاق بأي جهات رسمية أو غير رسمية، بينما المجاهدون القدامى يعني لهم علاقات، وهؤلاء لا علاقة لهم بالتنظيم أصلا. أنا سأتي إليك في هذا، لكن أنت تثيرني حقيقة في سؤال في غاية الأهمية. يعني حدثني عن القاعدة، أنا اليوم ظهرت بجوارك في القاعدة، أنا مش فاهم حاجة من أي ناحية حقيقة. ظهر لي أن لديهم تكتيك، لديهم عمل مؤسسي، لديهم دوائر موجودة، لديهم مقاتلين 48 قدامى، ولديهم جديدين موجودين الآن. أريد أن أعرف
ما هي القاعدة هذه؟ لكن بعد أن أخذ مداخلة أخي طبعا أستاذ عبد الرزاق، هو بيتحدث على أنه شكل واحد. هناك ثلاثة أطوار في تنظيم القاعدة حتى يومنا هذا. الطور الأول وهو طور النشأة أسامة بن لادن والجيل الأول، بعد أن تعرض لضربات كبيرة جدا تفرغت هذه الأسماء إلى مجموعات. هذه المجموعات من أبدى الولاء لهذا تنظيم القاعدة، ولكنه يعمل بشكل مستقل يخدم أهداف التنظيم. وهذه هي المجموعة الثانية. المجموعة الثالثة هي المجموعة الأخيرة التي ظهرت من هؤلاء الشباب التي يؤمنوا بفكر القاعدة، أو الذي ضاقت بهم الحال، أو الذي استطاع تنظيم القاعدة أن يقوم بتجنيدهم أو إلى آخره. ومن ثم هم لا يتبعون تنظيم القاعدة، ولكنهم ينتظمون ضمن فكر القاعدة، ومن ثم يقومون بتنفيذ الأعمال التي تؤمن بها تنظيم القاعدة. ومن ثم هذا عندما يتحدث عن كلامه، لا أدري أنا على أي فصل من هذا الفصل هو عندما يتحدث ليس من القاعدة، قد يكون هم من المجموعة الثانية أو من المجموعة الثالثة الذي ظهرت أخيرا. أنا الوقت يضيق جدا وما أريد تقفز بين مواضيع. أنا سأعود إليك في عبد الرزاق، وما أدري يمكن حتى كلامه لك عليه تعقيب، لكن سؤالي دكتور سؤال مجرد يعني حتى أخرج من القاعدة قريبا وسأعود إليها، من المستفيد من حادث اليوم؟ أقصد من هي الجهات التي تستفيد من حادث اليوم؟ بمنتهى الصراحة كل الأطراف التي تضررت. التي تضررت خلاص طبعا ما درينا وين نوجه البوصلة الآن. معروفة. ما تجد. طب أقصد من المستفيد؟ المستفيد من ماذا؟ من حادثة اليوم أو من الحوادث التي قبلها؟ الذي نفذ الحادث والمستفيد. أنا عارف أني نفذ المستفيد، لكن أقصد وبما أني أقول أن القاعدة قد تكون وراء هذه العملية فهي المستفيدة من هذه العملية. ما فيش قوى أخرى قد تكون مستفيدة؟ لا، يهم القاعدة أن تستفيد قوى أخرى من عملياتها. إذا كان خلي لا، أنا أقصد عندما يقال من المستفيد من ذلك، لأنه قد يكون دبر، قد يكون وافق، قد يكون شجع على ذلك. يعني هل في جهات مستفيدة من إضرار سلاح الجو، لأنه هو اليد الطولة التي تصل إلى أماكن قد يعجز الجيش الوصول إليها؟ هل في جهات مستفيدة من الإضرار؟ يعني قتل مجموعة من الضباط من قيادات سلاح الجو، إسقاط مجموعات طائرة، من تتوقع المستفيد من ذلك؟ أنا قلت لك أن الجهة التي نفذت هي المستفيدة، وقد تكون هناك جهات أخرى مستفيدة لكن لا علاقة لها بالجهة المنفذة. ما بعد الجهد بالمنفذة نفذ والمستفيد. سأقول لك شيئا. سلاح الجو اليمني ليست له فاعلية بالنسبة للحرب على تنظيم القاعدة منذ عام 2002 إلى يومنا هذا. لم ينفذ سلاح الجو اليمني أي عملية ناجحة ضد تنظيم القاعدة، وأنا أقول هذا بناء على معلومات أكيدة. إذن سلاح الجو اليمني ليس مؤثرا، لكنه من ضمن أهداف القاعدة. القاعدة في 2001 كان مش مؤثر، ليش القاعدة تستهدفه؟ القاعدة في 2011 في شهر سبتمبر من 2002، يعني 12 سنة. نعم أنا سأكمل، أنت تقاطعني كثيرا. إيش أسوي بس أنك أنت ما شاء الله عليك بتعطيني أشياء جميلة وكذا، فاضطر أني أبغى معلومة منك أكثر. القاعدة في سبتمبر 2011 عرضت جوائز مالية لمن يدلي بمعلومات تسهل استهداف أو تصفية 12 طيارة. لماذا؟ القاعدة وضعت هذه الجائزة. نعم، في 2012. يعني إحنا نعرف أن أمريكا تضع جوائز، القاعدة الآن هي وضعت جائزة. نعم. لماذا؟ القاعدة تتهم سلاح الجو اليمني بالتسبب في تدمير أجزاء كبيرة من مدينة زنجوار عاصمة محافظة أبيان. إذن السلاح الجو اليمني لا يؤثر على القاعدة، لكنه ضرب بقوة المناطق التي كانت تسيطر عليها، وكان الضرب عشوائيا يستهدف المباني المنشآت وإلى آخره. يعني لم يكن له أي تأثير على تنظيم القاعدة. وبخصوص المعلومة هذه، أنه من 2002 إلى 2013 لم ينجح سلاح الجو اليمني في ضربة مؤثرة على تنظيم القاعدة، بل لم يصل إلى أي هدف قاعدة على الإطلاق. يعني أنا التقيت مثلا بقائد سلاح الجو وذكر نحن وجهوا ضربات كانت موجعة بالنسبة للقاعدة في مناطق متعددة هنا وهناك، في جبوة وفي مأرب وكذا، وحموا مجموعة، حموا البترول، حموا آبار النفط، حموا أشياء كثيرة. تقول لي أنت يعني من كان يحمي آبار النفط؟ من كان يحمي البترول؟ من كان يحمي ناقلات النفط التي كانت تصل إلى العاصمة صنعاء؟ هي تنظيم القاعدة، لأنها كانت في المناطق. عفوا، تنظيم القاعدة اللي تحمي آبار النفط. نعم، هو حمل الناقلات النفط لأن كانت تمر عبر الطريق يسيطر عليه. وكان تنظيم القاعدة يقول للحكومة اليمنية إن قطعتم الكهرباء على محافظة أبيان، لأنها كانت تنقطع هنا كثيرا، كانت تصل ساعتين فقط، سنضطر لإيقاف ناقلات النفط
فكان هناك في تنسيق اللي ذكره الدكتور. لا لا ليست لم يكن تنسيقا على الإطلاق، فقط كان تهديد، كان استخدام